زميلتنا تالا. تالا تفضل. جاهزة لحتى تفيدنا بأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، تفضلي عندك تالا. شكرا سهير، مرحبا بك أهلا وبضيفك بك. الكريم. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من عالم الصحافة المحلية والعربية وصحافة العدو الإسرائيلي بعد الفاصل. البداية مشاهدين من صحيفة الثورة السورية، حيث عنونت: قواتنا المسلحة تحرز تقدما نوعيا في درعا المحطة وتسيطر على نقاط حيوية في ساحة البصرة. جددت دعمها الكامل لسوريا في مواجهة الإرهاب. إيران: ذرائع واشنطن لمحاربة داعش تهدف لتمرير سياسات البيت الأبيض في المنطقة. أكثر من 15,000 قتيلا في العراق خلال عام 2014. القوات العراقية تحرر بلدة الوس في الأنبار وتقتل عددا كبيرا من إرهابي داعش. ما جاء في صحيفة السفير اللبنانية: البحرين: قمع متظاهرين على خلفية اعتقال سلمان. الرئاسة تطير مجددا بين الرياض وطهران. نقرأ أيضا من صحيفة البناء اللبنانية: عام 2015 تبدأ بحلف عسكري إيراني عراقي سوري، والأسد في جوبر. جليد العقوبات الغربية يجمد طرق التواصل مع روسيا. ومن صحيفة الحياة اللندنية الصحافة العالمية وعنونت: مجزرة تستهدف كتيبة للجيش متحالفة مع فج ليبيا. أمريكا: التحرك الفلسطيني للانضمام إلى الجنائية الدولية سيؤثر على المساعدات. في صحيفة الخليج الإماراتية وجاء فيها: التنظيم يتحسب لإنقاذ الطيار الأردني، والتحالف يقصف الرقة. داعش يخسر العشرات في كركوك وينتقم من الفلوجة. توقيف العشرات واشتباكات مع قوات الأمن في الهرم والمطارية. الإخوان تستهل العام الجديد بالقنابل الموقوتة والمولوتوف في مصر. أيضا في صحيفة الأهرام المصرية وعنونت: تل أبيب تعرب عن خيبة أملها من تأييد فرنسا لمشروع القرار الفلسطيني. أما الآن مشاهدينا بالانتقال إلى صحافة العدو الإسرائيلي، والبداية من يدعوت أحرانوت: يائير لبيد يتهم نتنياهو ويعالون بسرقة الأموال العامة لصالح الاستيطان. معاريف: نتنياهو يدعو محكمة الجنايات الدولية لرفض طلب انضمام الفلسطينيين إليها. وتسيبيليفني: حزب الليكود اختفى وأصبح محتلا من عصابة متطرفين. ما جاء في هآريتس: خبير قانوني إسرائيلي: انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيزيد من صعوبة تهرب إسرائيل من الدعاوى التي سترفع ضدها. السفير الفرنسي في إسرائيل: دعمنا الفلسطينيين في مجلس الأمن لمنعهم من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. إذا مشاهدينا، يعني كانت هذه أبرز عناوين الصحافة المحلية والعربية وصحافة العدو الإسرائيلي. لنا وقفة ثانية معكم لمقتطفات على آراء ومقالات الصحف. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إلى السهيل. شكرا لك تالا، بالتأكيد سنكون معك مرة ثانية في سياق هذه الحلقة. أعود إليك أستاذ رامي، لو سألت حضرتك أبرز ملفات نظرك فيما أفادتنا فيه.